بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. بوضوح انوه في البدايه، هذه الحلقه للكبار فقط، لان موضوعها لا يجوز لمن هم دون 18 ان يشاهدوا هذه الحلقه. هذه الحلقه عن الخيانه الالكترونيه، قضيه الخيانه الالكترونيه من ضمن قضايا الخيانه بشكل عام، الخيانه الزوجيه التي يعني ممكن ان تكون نهايه فصل كامل وبداية فصل جديد من الصراع بين زوج وزوجة، أحدهما خان الآخر والنتيجة صراع مستمر، صراع الانتقام من الآخر وضحية هم الأبناء. هذه القضية الخيانة الإلكترونية تعد جزء لا يتجزأ من قضية الخيانة. هل الخيانة عن طريق الإنترنت، هل الشات بين رجل وامرأة، امرأة متزوجة ورجل متزوج والعكس، هل تعتبر خيانة، هل تعد خيانة، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية؟ النهاردة معنا أيضا حالات هنستمع ليهم وهم بيعترفوا بتفاصيل هامة جدا عن موضوع الخيانة الإلكترونية، وأيضا هيكون معنا متخصصين في نهاية هذه الحلقة لتحليل ما جرى بها ومحاولة الوصول إلى أسباب هذه القضية الخطيرة. وبرحب بزميلتي العزيزة الإعلامية أميرة بدر بتشاركني في تقديم. برحب بيك يا دكتور عمرو، متشكرة جدا على استضافتي النهاردة في موضوع مهم زي ده، وهو موضوع الخيانة الإلكترونية اللي ممكن نقول إن هي تحولت إلى ظاهرة، وظاهرة سهلة جدا. لأن أنا دلوقتي ممكن أقول ما أقدرش أقول إنها ظاهرة، خليني أختلف معاك من أول حلقة. ليه ظاهرة؟ لأن أنا ما أقدرش أقول إنها ظاهرة، لأن أنا ما عنديش نسب حاكمة تقدر تقول لي إذا كانت ظاهرة أم لا، لأن أنا عندي نسب ايجابيه وعندي نسب سلبيه. طب خلينا نقول يعني خلينا نقول ان التواصل اللي هو على الانترنت، الفيسبوك والانستجرام والواتساب، ولا بقى سهل قوي، وبضغط زرار ممكن ادخل في علاقه. ممكن تبتدي بالاول بتشات بس بسيط، تدوسي. ممكن ما ادوسش، بس في كتير بيدوسوا. ممكن تبتدي، وفي كتير ما بيدوسوش، وفي كتير ما بيدوسوش. لكن ما ينفعش احنا بنرفض التعميم عامه. وفي كتير رجاله ما بيدوسوش، احنا بنرفض التعميم. يعني الموضوع في الاول بيبتدي. طب انت رايك اولا قبل ما ابدا الحلقه، انت رايك ايه؟ انت يعني بتشوفي ان الشات بين الراجل وامراه، امراه متزوجه وراجل متزوج، خيانه ولا مش خيانه؟ خيانه، لانه بس الرجاله ساعات ما بتسميهاش خيانه، لان بتقول انا كده كده على الانترنت ومحدش شايفني وما بعملش حاجه، فبيستسهلوا مش بيسميه خيانه. لا خيانه طبعا، خيانه لانه انا باخد من وقتي اللي المفروض ان هو يكون لمراتي ولاولادي وبديه لحد تاني، باخد من عواطفي المفروض اديها لمراتي ولاولادي وبديه لحد تاني، كل ده يعتبر خيانه. وبالنسبه للمراه طبعا نفس الكلام، ما هو انت اما بتطلع العواطف اللي عندك والطاقه اللي عندك لحد تاني، طب بتدي ايه لمراتك ولولادك؟ وانا متفق معاك في الراي. خلينا بقى نشوف نشوف التقرير اللي عادوا زملائنا في الاعداد عن الخيانه الالكترونيه، وبعدين هنبدا بعد كده معانا حالتين تعرضوا للخيانه الالكترونيه، هنسمع منهم قصصهم بعد هذا التقرير. الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي قاربت بين القاصي والداني، فالإنترنت شغل حيزا كبيرا من أوقاتنا وتسرب إلى خصوصياتنا وتسربت هي إليه. وفي دراسة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2007، وجد أن ما يقارب نصف حالات الطلاق المسجلة لهذا العام كان هوس الأزواج بالإنترنت سببا لها فيما سمي بالخيانة الإلكترونية. تعبيرات الخيانة أو عدم الأمانة والكلام ده كله أنا مش حاطاه في تصنيفات. أنا شايف إن مفيش حاجة اسمها خيانة من خلال وسائل التواصل الإلكتروني. انا واحد من الناس على الفيسبوك عندي اكتر من 300 بنت صديقتي، بس بعملهم كاخواتي او زي بناتي. لو استخدام سيء طبعا هيبقى خيانه زوجيه، وبرده التليفون لو استخدم برده استخدام سيء برده هيبقى خيانه زوجيه. انا لو شفت جوزي قاعد بيتكلم في التليفون كده يعني بصوت واطي او في مكان كده وبيبص لي بصه وانا معديه كده، هعتبر على طول ان هو بيخوني. لو كلمت مع اي راجل في التواصل الاجتماعي، مع اي راجل تعتبر خيانه، حتى لو التواصل ده عن طريق الفيس، عن طريق تويتر، عن طريق اي وسيله اتصال، طالما بره حدود العمل. ان زوجتي مش بتشتغل، بس لو بتشتغل بره حدود العمل ده في حد ذاته انا شايفه خيانه. ده حتى الجنس بيعملوه من خلال النت والتليفون. اصبحت من الوسائل اللي هي كانها احدى الوسائل المشرعه لممارسه الجنس في مصر، هو عن طريق التليفون
او الفيسبوك او كده وسائل، او اذا كانت متاحه يقدروا يشوفوا بعض او الكلام ده كله. النظره فيها خيانه ألعن من التواصل الاجتماعي كله. خيانه زوجيه مش لازم معلش يعني في الاعتبار في السرير، لا ده ممكن عن طريق الكلام، ممكن عن طريق الصور، ممكن عن طريق تبادل حتى الافكار ساعات، او تبادل الكلام نفسه. مفيش حاجه اسمها الانترنت يكون خيانه، ممكن هو يكون مش في البيت، هي تدخل على مواقع مش كويسه حسب نفسيتها وحسب تربيتها. الخيانه الالكترونيه قد تكون سببا او نتيجه لدوافع نفسيه او اجتماعيه، واصبحت شماعه تعلق عليها الخلافات والمشاكل الزوجيه. فهل تورطت التكنولوجيا في افساد الحياه الاسريه واصبحت ذريعه معنونه للخيانه الالكترونيه بين الزوجين؟ أسماء خليفة لبرنامج وضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. زي ما شفتم في التقرير الحياة يعني الآراء مختلفة عن موضوع الخيانة الإلكترونية، في ناس شايفة خيانة، في ناس شايفة مش خيانة، برضو في يعني، لكن طبعا احنا شايفينه احنا الاثنين هو خيانة. طالما شايفه خيانة؟ طالما تجاوز حتى لو كلام، بس حتى لو بس تشات زي ايه يعني كلام زي ايه يعني؟ يعني واحد بيكلم واحدة على إيه يعني؟ ازيك عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ يبتدوا يخشوا في حياة بعض، ده انا مراتي عملت، ده انا جوزي سوى، ده انا ولادي مش عارف اعمل معاهم ايه، انا مبسوط في شغلي، انت ايه في شغلك؟ الكلام الطبيعي ده ايه؟ ده بداية العلاقة. صح؟ يعني خيانة ولا مش خيانة؟ خيانة. طيب خلينا، احنا معانا نموذجين للخيانة الزوجية، هما الاثنين اولا احنا طبعا احترمنا رغبتهم في عدم اظهار وجوههم، احترمنا رغبتهم في وضع اسماء مستعارة ليهم، لان هما هيحكوا تجربتهم وهي تجارب بالتأكيد صعبة. معانا سعيد 23 سنة، سلوى 28 سنة. اهلا بيك يا سلوى. اهلا بيك يا سعيد. اهلا بيك يا فندم. ابدا بسلوى. نبدا بسلوى، لان انا شايفه ان هي ان الست تطلع تتكلم انها خانت جوزها ده حاجه صعبه، ودايما متعودين ان احنا نسمع من زمان عادي ان الراجل يخون، لكن على ودنا صعبه قوي ان احنا نسمع انه ست ممكن تخون جوزها. فالموضوع ابتدى ازاي وازاي حصل؟ حابين نعرفه اكيد من سلوى، واللي بنشكرها ان هي تيجي تحكي لنا التجربه بتاعتها، لان هي اكيد هنشوف مع بعض دلوقتي اذا كانت هي ندمانه ولا مش ندمانه. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. سلوى، ممكن يعني تحكي لي في البدايه خالص ايه اللي حصل؟ انت بقالك قد ايه متجوزه ومخلفه من جوزك بنت عندها 7 شهور اعتقد، صح؟ لا، انا معايا ولد عنده 2.5 سنين. ها، ايه اللي حصل بقى يا سلوى؟ انا مشكلتي بدات معايا من معامله جوزي ليا اتغيرت 180 درجه. دي جوزها الحب؟ قعدت تحبه بعد قد ايه؟ يعني قبل الجواز بسنتين تلاته. بسنتين؟ انت معاكي مؤهل ايه، متوسط ولا عالي؟ لا، متوسط. متوسط. وجوزي كان معاه مؤهل ايه؟ متوسط برضه. وقصه حب عنيفه يعني؟ قصه حب عادي. ضحيتي عشان تتجوزيه يعني؟ ضحيت. ضحيتي بايه؟ باهلي وكده، ما كانوش موافقين عليه. كانوش موافقين عليه ليه؟ عشان حالته الماديه صعبه. اتجوزتيه وانت بتحب وانتوا بتحبوا بعض؟ اتجوزت وانا بنحب بعض. وبعدين ايه اللي حصل؟ معاملته اتغيرت معاكي؟ المعامله اتغيرت طبعا، طريق المخدرات والحاجات دي اتغيرت 180 درجه معايا في كل حاجه، في معامله، في كلام، في طبع. ايه كان مثلا بيطول لسانه عليكي؟ كان بيضربك؟ طبعا، ومد ايده وشتيمه واهانه. طيب يعني ماما، يعني مش موضوعي دلوقتي موضوع الزوج كان بيعمل ايه، لكن انا عايز اعرف انت خنتيه ازاي؟ عن طريق الشات والنت وكده. ازاي بداتي علاقتك بقى بالشات؟ بدات عادي كمواريش حاجه، بنخش على الفيس نت كده. ما تشتغليش؟ لا، فقاعده فاضيه. قاعده فاضيه مواريش حاجه طبعا. عملتي حساب على الفيسبوك؟ طبعا. وبعدين بقى؟ دخلت عادي كاضافه عاديه وبضيف وببعت اضافات وكده. تبعتي الناس ما تعرفيهمش؟ عادي كفضة يعني. دخلتي بصورتك ولا بصوره صوره مستعاره؟ لا، كنت داخله بصورتي. صورتك انت؟ وبعدين؟ بس بعد كده دخلت وشفت ولد على النت وكده وعجبته وعجبني وكلمنا مع بعض، حسيت ان هو كويس يعني، هيعوضني عن كل حاجه. لقيت كلامه كويس وتصرفاته معايا خدنا على بعض قوي في الكلام، كل حاجه ارتحنا. بتحكي له عن مشاكلك مع جوزك؟ وهو كان بيحكي لك؟ وكان متجوز؟ كان متجوز وعنده اولاد برضه. طب وبعدين؟ بس اتكلمنا مع بعض في كل حاجه، وهو حكى لي وانا حكيت له، الموضوع تطور بينا ان احنا حبينا بعض وكده. وانت كنت خلفتي طبعا؟ وانا كان معايا ابني. وبعدين؟
وطلب مني ان انا اهرب يعني معاه وكده وهو كان هيهرب برضه ويسيب مراته ولا هو انت تهربي وهو ما يهربش؟ نفس المشاكل برضه نفس المشاكل معاه وكده في مشاكل يعني عنده وكده. حبيت حكم عليك بايه بقى؟ حكم علي ان انا ضعت في الاخر. لا حكم عليك بايه؟ يعني قال لك ايه مع جوزك؟ يعني اكيد بتحكي له اللي بينك وبين جوزك. أوه. انا ما قالكيش مثلا ما تخليهوش يلمسك مثلا؟ اه طبعا قال لي خلاني فعلا كان يغير عليكي من جوزك؟ بقيت اسمع كلامه طبعا في كل حاجه. حسيت ان هو يعني بيخاف عليا اكتر من جوزي اللي على الورق. حسيت ان هو كل حاجه. مارستي معاه الجنس على الشات؟ ازاي؟ عن طريق الفون. يعني بعتي له صور يعني ليكي؟ فيديو ولا صور؟ لا صور. وبعدين بعد كده يعني بتمارسوا ازاي؟ تليفون. بتبعتي له صور ليكي وانت ايه يعني بملابس اخرى يعني او بملابس داخليه؟ عادي ملابس البيت عادي. ولا صور يعني اكثر من انه ممكن لا تكوني لا مثلا ما لابس البيت؟ لا ما لابس البيت عادي. وكان بيبعت لي صور وكده وبعدين العلاقه تطورت بعد كده العلاقه جنسيه حقيقيه ولا هو بس في لا 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 هو بس على التليفون طلب مني ان انا اسيب جوزي وكده. وبعدين ما سبتيش جوزك ليه طيب؟ بعد ما انت كارهه جوزك قوي كده وحابه كنت طالبه منه كذا مره ان احنا ننفصل عن بعض ما رضيش وكده بعد كده هو لما قالك ما تعمليش علاقه مع جوزك نفذتي كلامه؟ عملتي ايه؟ خليته ما يجيش جنبي بالحجه ايه بقى؟ حجه خلاص اي حجه. وهو كان بيعمل ايه؟ كان ايه رد فعله؟ هو كان حياته عادي مش فارقه معي اي حاجه. هو اللي هو بيشربه مش فارق معي عادي كلمه واتقالت لا لا. طب ما قلتيش ليه؟ مش عارفه فكرت في اخر لحظه ان هينفع ولا مش هينفع. حسيت ان انا ممكن اضيع نفسي. ليه؟ فطلبت منه. حسيت ان انا هضيع يعني الموضوع. حسيت ان هو بيكبر فوق طاقتي. خايفه فكرت قلت ايه ممكن ده كده غلط. هددك طيب في الاخر؟ هددني طبعا ان هو هيوري الصور وهو عارف بيتي وعارف العنوان وكل لا حاجة. انا بس عايز افهم معلش لحظه يعني انا عايزك تحكي لي عشان افهم بالظبط. انت ارتبطتي بواحد وعملتي معاه علاقه جنسيه عن طريق الشات وخنت جوزك المده الزمنيه قد ايه الخيانه دي؟ فتره قد ايه؟ يعني 6 شهور. 6 شهور جوزك مش حاسس بحاجه. وبعدين قال لك ما جوزك ما يلمسكيش فانت وافقتي على كلامه وعملتي كده. قال لك اهربي معايا. قلت له ايه؟ الاول وافقت. وبعدين؟ ما عرفتش انفذ. فكرت فيها بقى لقيت ما عرفتش تنفذي ليه؟ مش عارف حاجه طيب. كده لما انت رفضتي هو رد فعله كان ايه؟ لا هو عايز حاجه زي كده. هو رد فعله ايه بقى لما انت قلت له لا مش ههرب معاك؟ سابني فتره كده ما بين يعني 2 3 اسابيع كده ولقيته بيرجع تاني وبيتكلم. طب انا هاجي بقى اوريكي واعرف الصور وفعلا عمل كده. عمل إيه؟ كده؟ فضحك عند جوزك؟ هو ده سبب انفصالي عن جوزي. لا اشرحي لي عمل ايه؟ يعني انت رفضتي انك تهربي معاه؟ رفضت ان انا هو هددك عشان ما هربتيش معاه؟ سابني 2 3 اسابيع قلت خلاص الموضوع هيتنسب. مفيش اي مشاكل وبقيت امارس حياتي الطبيعيه ما بيني وما بين ابني وعايزه مفيش اي حاجه. لقيته بعد كده رسايل على الموبايل وكده وانا هاجي وهعمل واسوي وصورك معايا والمكالمات كان بيسجلها وكل حاجه بقى. يعني حسيت ان انا خلاص انا بضيع بقى معاه مش عارفه اعمل حل. مش طب راح ورا جوزك ايه بقى؟ وقابل جوزك ازاي؟ ما هو عارف العنوان. ايوه راح قال لي جوزك ايه؟ عارف العنوان منين؟ انا كنت قايله اهو. هو جايك البيت؟ لا ولا مره؟ لا. امال ايه اللي حصل بقى؟ جوزك عارف ازاي؟ راح له ازاي؟ جاله لقيت مره الباب بيخبط عادي فهو بيفتح اخد منه نقطه ثواني فاحنا يعني هو فكره مندوب حاجه بتاع ايوه امال قالوا الموضوع شخصي وكده فانا مش عارفه اعمل ايه. دخلت وقفلت عليه الباب لقيت كل حاجه بتتحكي لجوزي ده كذا كذا والصور والمكالمات وتسجيل كل حاجه مفيش حاجه ما اتسمعتش. لقيته سمع كل حاجه وقال له كل حاجه وطلب الموضوع ده 180 درجه. عمل ايه بقى جوزك لما شاف الحاجات دي بقى؟ سابه؟ لا طبعا ما سابهوش. هيسيبه ازاي؟ عمل ايه؟ اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض يعني ممكن يعني هو جاي مش متوقع ان حاجه زي دي تحصل بس هم مسكوا في بعض وعوروا بعض وكده بس التاني عرف يهرب يعني جري يعني. عمل فيكي ايه جوزك بقى؟ ضربني وكان عايز ياخد ابني وكده ف
ما قدرتش يعني ان انا ادهوله، وما صدقت ان هو كان لف بس كده دخل المطبخ، مش عارفه كان بيعمل ايه. كنت انا لابسه الاسدال بتاعي، رحت واخده ابني ورحت جاري على طول. واهلك عرفوا؟ هو طبعا، بس ماليش عين ان انا اروح طبعا ولا اشوف اي حد منهم. يعني انت لحد دلوقتي ما شفتيش اهلك من ساعتها؟ لا. وانا انت قاعده فين؟ هنا شويه هنا شويه في الشارع يعني. انت وابنك جوزك يعرف مكانكم فين؟ لا طبعا ما يعرفش مكانكم فين. لا. طلقك؟ طلق. طب سؤال، الحب بقى الكبير اللي كان في حياتك اللي هو على الفيسبوك، ما رجعتيلوش تاني ليه بقى؟ ولا هو حاول يكلمك بقى بان الحب ما بينكم كان عظيم قوي وراح خرب لك بيتك ودمر لك حياتك عشان هو بيحبك؟ لا، ما لقيت خلاص بقى هو ما عرفش كان ايه في دماغه وعايز كده ليه، ما عرفش. يعني انت حاولتي تكلميه؟ ما حاولتش. لا، من هو حاول يكلمك؟ من اللي حصل ما انا ما خل ما انا مشيت من غير اي حاجه، ما عيش اي حاجه يعني ان انا اعرف بيها هو فين او كده. انت كنت بتحكي له كل اللي بينك وبين جوزك بالتفاصيل؟ كل حاجه. كل حاجه. هل مراته تعرفك؟ لا. شافتك او كلمتك؟ قالتك ابعدي عن جوزي مثلا؟ لا، هي الحاجات دي كانت خاصه بيني. هل جوزك كان بيفهم في الانترنت؟ لا. انت استغليتي ان هو ما بيفهمش في الانترنت، انك انت عندك كمبيوتر وكده بتشتغلي عليه؟ اه. عمره ما سالك انت بتعملي ايه ولا دخل عليكي كنت بتعملي ايه؟ بتصوري نفسك مثلا وانت في ملابس غير لائقه عشان تبعتيها للتاني؟ لا، فتره غياب وكان كل ده بيحصل اصلا. كنت بتحسبيها كده؟ اه. انت ندمانه ولا مش ندمانه يا سيدي؟ طبعا ندمانه. ندمانه على ايه بقى؟ يعني كل اللي حصل ده غلط اصلا. الكمبيوتر ده في ناس بتستغله للصح وفي ناس بتستغله للغلط. بس حدين طبعا. بس ايه اللي يخلي واحد زي ده يروح لجوز واحده هو بيخونها معاه ويقول له انا كنت بخونك مع مراتك؟ مش عارفه، مش عارفه، متخيل. اكيد في سبب يعني، انا عايز افهم السبب. يعني ضايقتيه في حاجه؟ غصبتيه في حاجه؟ مش هينفع، مش هينفع. بعد اصلا انا ولا انت برضو ماشي. عملتي معاه نفس الموضوع مع مراته؟ لا، اصلا انا قلت له ماشي وبعد كده رجعت وقلت له لا. فازاي انت تقولي ماشي بعد كده تقولي لي لا؟ تهيألي مش كفايه ان واحد يبقى عايز ينتقم من واحده الانتقام ده، اكيد يعني عملت حاجه. في سبب، في سبب خفي في الموضوع. يعني انت ما بعتيش لمراته صور ولا حاجه؟ لا ما بعت. طب هو كان بيسجلك؟ انت كنت بتسجلي له؟ لا، ما كنتش مخونه الموضوع. مش هو كان بيبعت لك صور ليه برضو؟ بيبعت لي صور. طب ما حاولتيش بقى انت تعملي مثلا، دماغك جابتك ان انت تعملي زي ما هو عمل وتروحي تفضحيه بقى عند مراته وتعملي له مشاكل؟ لا، ولا ما احنا كنا نتقابل في اماكن عامه وكده ما كانش فيه حاجه. بس هو مسك مره الموبايل لغى كل حاجه وانا تهيئه لجوزي. هل انت عملتي ده مع حد غيره؟ لا. يعني ده بس؟ ده بس. اه. ولا في غيره برضه كنت بعتي له دعوات عشان يبقى فريند معاكي وبعدين ما حصلش؟ لا، كاصدقاء عادي. بس في اصدقاء تانيين ليكي؟ اه، بس كلام عادي. رجاله ولا ستات؟ لا، بنات ورجال، شباب كده. شباب بتتكلموا في ايه؟ المواضيع اللي بتتكلموا فيها؟ ما فيش موضوع مثلا حصل ايه في البلد النهارده، بتتكلم كعادي كده. طيب خلينا نشوف حاله سعيد. سعيد، اولا احكي لي انت ظروفك الاجتماعيه ايه؟ متجوز بقالك قد ايه؟ وعندك اطفال قد ايه؟ وايه اللي حصل؟ حضرتك انا متجوز بقالي مثلا سنه وست شهور. عندي ملك ست شهور. تمام. وظروفي الماديه يعني متجوز عن حب؟ اه، عن حب. بتشتغل ايه؟ بشتغل يعني حضرتك ما فيش شغلانه معينه، يعني مصالح كلها. مصالح مثلا يعني اي حاجه حضرتك ممكن تجيب فلوس ممكن اشتغل فيها، بس تكون حلال. بعدين بتكسب يعني ولا؟ الحمد لله. بعدين هو السنه شغلانتي لسه يعني ممكن ملابس وكده بشتغل فيها و تجيب ملابس وتبيعها؟ تكسب يعني كويس. الحمد لله. الحمد لله. ففي شهر 7 اللي فات، في الصيف اللي فات، فكنت منزل صوره اللي هي على الفيس. تمام. صورتك انت؟ صورتي انا. كنت على البحر وكده وميه وكده وبنصيف يعني. فلقيت واحده طلعت لي طلب صداقه فقبلت عادي. فاستغرب لقيت عامله لي لايكات على كل حاجه، حاجات من 2009 في الفيس داخله عليها عامله لايك، معجبه يعني دايسه لايك. فيعني ابتدت بقى تكلمني بقى في علاقه وكده وانا معجبه بيه جدا. كلمنا على الفيس انا معجبه بيك على الشات. الشات ايش عرفك انها راجل؟ بنت مش ولد؟ ما انا هو قال لك الكلام حضرتك. فبدات الامر، فقلت لها انا متجوز وربنا كرمني ومراتي حامل وكده. فكلمتها بقول لها بعدين انت ممكن تكون واحد مش واحد. فبتقول لي لا، دي صورتي اهي. راحت بعت لي الصوره بتاعتها. فقلت لها عادي ممكن تكون صوره اي حد، ممكن ما تكونش صورتك.
فالمهم عشان تثبت لي دوت يعني خدت صور من عندي من على الاكونت حطيته ركبت صوره ليا مع صوره ليها وكتبت يعني هي اسمها والاسمها عادي هي كتبت ايه يعني يشعر فلان يشعر بحاله عجيبه وحاطه صورنا احنا الاثنين مركباها وكاتبه انا بعشقك تمام فبدايتها بقى يعني من العلاقه وساعتها كانت متجوزه هي كانت مطلقه مطلقه عندها 16 عندها كام اكبر منك اكبر مني بثلاث سنين وبعدين فيعني حاولت ان انا في بدايه الامر ان انا امتنع عن كده وابص لبيتي وبنتي اللي لسه جايه في الطريق وركز يعني في دنيتي انت كنت مبسوط مع مراتك؟ مع حضرتك ما كان في مشاكل ليه؟ بسبب الظروف الماديه وابوها كان عايزني ان انا اجيب حاجه اتباعها وانا بقول له انا لو ربنا كرمني هجيب بس انا مش عايز اندر ندري ان انا لان ما اعرفش ظروفي هتبقى ايه بالظبط يعني انت كنت عامه مبسوط مع مراتك غير مشاكل ابوك انت كنت مبسوط مع مراتك مراتك ست حلوه وكويسه معاك ويعني مبسوط معاها ايوه وبعدين بس يعني في الفتره دي كان في مشاكل بسبب وبعدين ايه اللي حصل بينك وبين الست اللي دي بدات العلاقه بينك وبينها على الشات رحت لها البيت ما رحتلهاش في بدايه الامر كده من اولها بتبعت صور صورها عاريه مثلا لا مش عاريه صور عاديه جدا مصوره يعني في الشارع في مكان وبعدين مارستوا مع بعض الجنس عن طريق الشات عن طريق التليفون ما مارسناش جنس عن شات احنا اتقابلنا يعني هي قعدت تلح عليا في الموضوع دوت ان انا عايز اشوفك طب يعني طب نخلينا اصحاب طب نتكلم مع بعض يعني انت تبقى مخنوق اتصل بيا وانا لو مخنوق اتصل بيك ونتكلم مع بعض وانت نفذت فعلا لما كنت بتتخنق كنت بتتصل بيها وتحكي لها تمام وكنت بترتاح وانت بتحكي لها تمام حاسس ان انت مبسوط فبعدين طلبت مني ان انا اقابلها انا بصراحه في بدايه انا كنت عايز اقابلها وفي نفس الوقت ما كنتش عايز اقابلها عشان انا كان من جوايا حاسس ان انا بعمل حاجه غلط فرفضت فقعدت تزن عليا فروحت قابلتها لقيتها جايبه لي هي كان جايبه لي هديه تمام وبتقول لي انا يعني مش شرط ان انا اشوفك تاني بس صدقني ان انت استريحت لك وعايز ابقى معاك والكلام دي رسمة على جواز يعني مش رسم علاقة جنسية مثلا؟ لا هي انت حسيتها ايه؟ انا حسيتها بداية الامر ان هي لا علاقة يعني غير شريفة. وبعدين؟ فقلت لها لا انا مش بتاع كده والحمد لله يعني خاف ربنا فقعدت تزن عليا في موضوع الجواز العرفي دوت في نفس الوقت يعني انا كان في مشاكل. مارستش معاها الجنس قبل الجواز العرفي؟ مارست معاها الجنس؟ لا قبل الجواز العرفي؟ انا اتجوزتها عرفي فهي مرة واحدة على فكرة اللي مارست الجنس معاها. بعد الجواز العرفي؟ بعدين بعد كده فين؟ حسيت كنت بتروح لها فين؟ عندها في بيتها؟ كنت عايشه لوحدها؟ عايشه لوحدها بس معاها عيلين يعني صغيرين وبعدين؟ وبعدين؟ فحضرتك يعني بس خلاص اتجوزتها عرفي وبعد كده ايه اللي حصل؟ مراتك عرفت؟ هو مراتي ما عرفتش هو مراتي عرفت يعني في مره كنت في البيت وكان بيتكلمنا على الشات فقلت لها خلاص بقى عشان انا ايه عايز اقوم اخش الحمام وكده واستحمى وقريت ايه ما يعني تكتبليش حاجه تاني عشان خاطر مراتي ممكن تكون تاخد بالها من التليفون الرنه بتاعت الشات دي لما رساله بتجي لحضرتك كده فبيرن فهو ده فعلا حصل انا كنت في الحمام فالتليفون انا كنتش عامله باسورد لان يعني مراتي كانت بتقول لي ليه ومش ليه وما تعملوش بباسورد وكده فانا كنت سايبه فهي مسكت الشات دوت وقريته ولما طبعا خرجت من الحمام لقيت طبعا وشها متغير في مالك فقالت لي شوف انت بقى فراحت قايله لي يعني ان كده انت عملت ايه بقى؟ وانا يعني كان ساعتها كانت يعني في لحظه غضب فانا حاولت امتص ايه الغضب بتاعها شويه لحد اما تهدى عشان اعرف خاطر اتكلم معاها بس هي ما ادتنيش فرصه يعني هي اول ما لقيت كده خدت بعضها وراحت ايه عند ابوها فالمهم يعني واهلي وكده ورجعتها تاني والموضوع ده خلص فانا بقى حبيت من جوايا ان انا فعلا انا تنهي العلاقه دي انهي العلاقه وبعدين نهيتها فعلا ولا ما عرفتش تنهيها معاها؟ هو انا ما عرفتش انهيها هي ما سابتنيش في حالي ليه بقى عملت ايه؟ هي خربت عليا بيتي
طب ليه ما انت مراتك عرفت ان انت بتخونها خلاص وسامحتك ورجعت؟ ماشي ما يعني الشات دوت معتبر ما كانش فيه كل الكلام، انا معجبه وانا كنت في البدايه. امتى بقى اللحظه الحاسمه اللي بقى كان في مواجهه بينك وبين مراتك؟ لحظه ما انا قلت لها، يعني هي جت فتره ان هي عايزه تشوفني، انا قلت لها لا مش هشوفك تاني ونبعد عن بعض احسن. وطلقتها؟ لا دي مش مراتي حضرتك، تانية. تانية. كمل. هي التانية ديت مش التانية انت اتجوزتها عرفي؟ بس طلقتها؟ يعني مفيش، هي الورق اتقطع. الورق قطعت الورقة يعني. ماشي. كملي. تمام؟ بعد كده لما انا رفضت ان انا اقابلها، هي كان لما انا كنت معايا في مرة يعني خدت مني التليفون، بس هي خدت بقى رقم مراتي من على التليفون. عملت بقى ايه؟ اتصلت بمراتي وقالت لها، طبعا مراتي ما كانتش مصدقة، وقالت لها ده جوزي. وطبعا مراتي ما صدقتش لان انا كنت مصالحها وكان خلاص ما فيش اي حاجه، وكنت فعلا ناوي ان انا بعدت خلاص. وبعدين بس في يوم من الايام كنت شغال، اتصلت بيا مراتي الاول قالت لي انت فين؟ قلت له انا في الشغل عادي جدا ما فيش اي حاجه، هي عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي. تمام لا انا عايزك تيجي. تمام. بعد كده التانية بقى المفروض ان انا كنت اقابلها في اليوم دوت عشان خاطر اروح ان انا انهي معاها ايه؟ انهي معاها علاقتي تماما بيها. فراحت يعني هي بقى صدمتني، روحت لقيت مراتي بقى معاها. بعد ده حصل ايه؟ روحت لقيت مراتي معاها قاعدة في البيت. ساعتها من 3 اشهر ما بشوفهاش. وبعدين مراتك عملت ايه بقى؟ ما لقيتش مراتي قالت لي طلقني. طلقتها؟ لا. طلعتهاش لسه. انت بقى ندمان ولا مش ندمان على اللي حصل؟ انا ندمان فعلا. ولا ممكن تجرب تجربه الشات دي مره تانية؟ والله لو الزمن يرجع بقى تاني انا ما كنتش عملت كده خالص، ما كنتش شايف اول حاله تعمل معاها كده. انا نيتي من البدايه ما كانش في حاجه، يعني هي حتى انا قلت لك هي جات لي في فتره كان في مشاكل. ما انت الاول طالما كنت ما كنتش ناوي على حاجه. مع حضرتك عادي على الفيسبوك ياما بتقابل، يعني انا على الاكونت بتاعي عليه اصدقاء كتير مش شرط كلهم انا بعرفهم. انا بشكرك جدا وبشكرك جدا، وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معانا حالات اخرى. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في بوضوح، وبنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو للكبار فقط، وهو أكيد موضوع الخيانة الإلكترونية. لسه مكملة معانا حالات، وهي حالات أكيد مهمة جدا إن احنا نسمع منهم إيه اللي حصل معاهم. معانا إيهاب عنده 28 سنة، إزيك إيهاب؟ لا إيهاب 34 سنة. عفوا 34 سنة، إزيك إيهاب؟ هو خلينا نقول بس بصراحة عشان خاطر ما نقعدش نقول أسماء غلط، يا جماعة أنا نوهت في بداية الحلقة وقلت هذه الاسماء ليست اسماءهم الحقيقيه، اسماءهم الحقيقيه عندنا ويعني وكل حاجه تفاصيلهم عندنا، لكن هم رفضوا ان هم يظهروا بوجوههم ورفضوا ان هم يظهروا باساميهم، لان بعضهم يعني دايره الخيانه دايره محدوده ما بين العائلتين. عائلته وعائله مراته مش عايز اتكلم. انا مجدي عنده 35 سنه. ايهاب معنا. ايهاب. ايهاب ومجدي. ومجدي مظبوط. نبتدي بايهاب. نبتدي بايهاب. احكي لنا يا ايهاب ايه اللي حصل معاك تفصيل. والله انا عندي صفحه على الفيس، فكنت في مره قاعد يعني بتابع اخبار اصحابي وبتابع كده، فجات لي طلب صداقه من انسه عندها مثلا 18 سنه جميله جدا. ياه. فانا استغربت يعني برضو كشكلي او ككده مش اللي انا هكذبها او كده. فطبعا في بنعرف ان في شباب بتخش تعمل ايميلات وبتعمل كده، فحبيت اتاكد ان هي بنت ولا ولد. والفتره دي اللي هو مثلا اول ما اتعرفت عليها كانت مراتي غضبانه برده، كان في برده احتياج للحاجه دي. تعرف ناس كتير بتمارس الجنس عن طريق الانترنت وبتعمل علاقات مع زوجات بالطريقه دي؟ اغلبيه اصدقائي. اغلبيه اصدقاء يعني اصبح الانترنت هذا وسيله غير مشروعه لاقامه علاقات غير مشروعه، وفي بكروت شحن وفي حاجات كتيره جدا. يعني ازاي؟ يعني ممكن تلاقي حاجه جات لك ابعت لي كارت شحن الاول عشان امارس، يعني حاجات كتيره بتتعرض لنا. يعني قصاد ان انت تبعت لك كارت شحن. على طريق كلمني شكرا. طيب وبعدين مراتك بقى هي راحت قالت ايه لمراتك ولا ايه اللي حصل؟ طبعا وضحت لها ووريت لها الصور والصور بتاعتي وكده، فانا اول ما اتمكنت ان انا اخد الصور بتاعتي واتاكدت ان هي معاها الصور انفصلت عنها تماما. وبعدين راحت قالت لها؟
قالت لا. طب دلوقتي مراتك رجعت لها تاني؟ في طلاق بس الحمد لله يعني بدات ان انا اصلح العلاقه وفي يعني اتفاق ان هرجع ان شاء الله. والتانيه لسه بتحاول معاك؟ هي التانيه بتحاول بس طبعا ان شاء الله يعني ربنا يقويني. طب معلش عايز اسال سؤال، يعني الست دي شكلها عامل ازاي؟ يعني هل شكلها وحش؟ طبعا وحش جدا يعني. كبيره في السن؟ كبيره. عندها كام سنه مثلا؟ 55 سنه 56 سنه. اه 56 سنه. اه وهي جابت رجل بنتها طبعا يعني. ودي ايه بقى جوزها فين؟ دي جوزها متوفي. متوفي. طيب نروح لمجدي. مجدي احكي لي يا مجدي حكايتك ايه؟ الحكايه والله هو نفس يعني برضه عشان بسبب الفيسبوك. انت متجوز؟ اه بقالك قد ايه متجوز؟ بقالي الوقت بتاع 5 سنين. 5 سنين. عندك اولاد؟ عندي 2. 2. كنت بتحب مراتك لما اتجوزتها ولا جواز ايه؟ لا كان على حب. عن حب؟ اه كان الجواز على حب. اه انت متعلم؟ لا. مراتك متعلمه؟ لا برضه كان يعني زي انت مش متعلم؟ لا ولا بتعرف تشغل الكمبيوتر كويس؟ لا ما كنتش يعني انا قاعد على الكمبيوتر ما كنتش بعرف يعني اشتهجل الحرف اكتب يعني خلي واحد صاحبي قاعد جنبي هو اللي يقول لي الكلمه. ايه بقى اللي حصل؟ الخيانه بدات ازاي؟ خنتها ازاي مراتك؟ بدات يعني بسبب النت. عملت ايه؟ انا قاعد وفرج قاعد مثلا يعني النت كنت قاعد بلعب عليه بتاع صاحبي ده قال لي شرع علي ان انا اعمل ايميل وكده في حاجات احسن بتظهر في صور في ممكن تكلم ده تكلم ده فكلمت قعدت وطلب لي طلب صداقه اول طلب صداقه والله كان هو اول طلب صداقه منها هي اللي بعتته؟ اول طلب صداقه اول ما عملت كان في نفس اليوم اول يوم عمله فيه الايميل كان اول يوم يعني هو اول نفس اليوم اللي عملت فيه طلب صداقه كان مين بقى طلب الصداقه؟ هي اللي كانت معايا كانت حاطه صورتها الحقيقيه؟ لا ما حاطه صورة حاطه صورة عادية صورة بنت ولا لا صورة عادية ما. صورة خيال علمي كده خيال علمي مش صورة اللي هي بعدين كلمت معاه انا قلت ده واحد باني بيتكلم معاه كلمت معاه لحد ما وصلنا اللي احنا اتقابلنا فالمقابلة بتاعتي فانا شفتها لقيتها كانت ست كبيرة عندها كام سنة مثلا؟ عندها بتاع 45 سنة انا قعدت معاها بتاع حوالي شهر في المعامله معاها ايه المعامله بقى معاها بقى؟ قصه اللي يعني اغرتني بحكايه اللي هي الفلوس انا اصلا شغال سواق يوميتي كلها يعني يوم ما اعمل 50 60 جنيه في اليومين يعني ايه اغرتك بالفلوس؟ انت ما كنتش لاقي يعني لا ما انا بتصرف على اولادك ما كانش ايوه ما كانش في دخل انا شغال سواق ما فيش دخل ليه ان انا اشتغل ان انا ادخل العيال هي عرفت بقى ظروفك الماديه؟ عرفت ظروفي انا كان إيه شهر كنا قاعدين بنتكلم يعني انا شهر انا وهي بنتكلم قبل المقابله فانا عرفت عملت ايه؟ اول مقابله ليها جابت لي تليفون ب 4000 جنيه هي كانت غنيه يعني معاها فلوس معاها عمارتين ومعاها الله اكبر يعني معاها عربيات معاها حاجات يعني مشغله ورثاها عن جوزها وبعد الموبايل اداك حاجات ثانيه؟ لا هو الموبايل بس كان ساعتها غديتني الموبايل وبعد كده بقى فضلت معايا العلاقه كانت علاقه جنسيه؟ ما اتطورتش يعني اتطورت حاجات بسيطة للجنس يعني مش اتطورت اللي هي اللي وصلت مرة واثنين وثلاثة وكترت لا هي اتطورت مرة أو مرتين في الجنس وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ما قدرتش استحمل حاجة زي كده يعني ليه؟ ما قدرتش تستحمل ليه؟ بس انت اكيد ارتحت لها لما لقيتها بقى يعني حنينة عليك بقى وبتصرف عليك ولا ايه؟ ارتحت في حالة واحدة بصراحة انا ارتحت في حالة واحدة هي في حكاية المادة المادة هي دي اللي كانت ناقصاني وبعدين؟ فضلت مكمل معاها لحد ما الدنيا خلاص بقت لقيتها الدنيا تفرق تعالى اتجوزني عرفي مثلا؟ ما ده اللي حصل فعلا اتجوزتها عرفي؟ لا ده اللي جيت عنده وقفت تهديدات بقى بعد كده بس انت كده ايه بقى ايه كنت مقسم وقتك بينك وبينها وبين مراتك؟ مش بيني انا هي انا كان بيني وبينها يعني ما فيش انا بقدر اشتغل يعني ممكن اشتغل 12 ساعه ممكن اشتغل 10 ساعات على حسب الشغل اللي معايا يعني ممكن. بتروح لدي قد ايه ومع مراتك يعني؟ لا ما دي ما كنتش على طول بروح لها يعني يكون ممكن مرتين في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع كان بيكلمك كتير؟ كان على طول على التليفون ما طلبتش منك انك انت تطلق مراتك؟ فهي طلبت مني الطلاق اللي انا اطلقها اسيب عيالي واجيب لك عربيه واعمل لك كل اللي انت عاوزه وانت قلت ايه؟ لا انا قلت اللي انا الدنيا هتخرب معايا كده وانت لما رفضت ايه عملت ايه؟ ما رفضت خربت على الدنيا عملت ايه؟ راحت جابت لي ناس من عندها وعرفت بيتي
ودخلت بقى دخلت بقى بسكه اللي هي تقول لي مراتها على اللي حصل. ناس مين اللي عيالي اللي هم يعني الناس اللي هي الناس تبعها يعني اهلها يعني ناس لا ناس تبعها هم شغالين معاها. قالت لمراتك ايه هي؟ وصلت من النوم يعني على طريق مراتي ناس اللي هي تفتش ورايا وتعرف ان لما وصلت لمراتك بقى قالت لها ايه؟ ما وصلتش بقى يا وصلت ايه اللي اكد لمراتك فعلا انك انت بتخونها؟ ان انا بخونها علامات فيا في جسمي اللي هي وصلتها لمراتي. علامات في جسمك قالتها على مراتك؟ اه دي اللي خربت معايا الدنيا ان انا كنت بعد الموضوع تماما عن مراتي وعيالي وبيتي. مراتك لما عرفت ايه ما طلبتش طلاق؟ ده حاجه اكيد اول حاجه قالت. وانت قبلت؟ لا ما وهي عملت ايه بعدها؟ تعمل ايه مش سايباني لحد دلوقتي مش سايباني. ومراتك ايه مش رافعه عليك قضيه؟ لا مفيش كان شوف هو ده لسه لحد دلوقتي الموضوع ما وصلش لهو. طب وهي مش سايباك ازاي عايزه منك ايه؟ هي عاوزاني عايزاك عايز تتجوزها باي طريقه. فانا مش عارف يعني الحل مش عارف الدنيا خربت معايا خالص في بيتي وفي عيالي وماليش غير اختي كمان قاعده معايا. قاعده معاك انت ومراتك؟ قاعده معايا انا ومراتي. اه ما انا قاعده يعني هي اختي وحيده ليا. ندمان طيب؟ وقاعده معايا ندمان؟ ندمان ندمان ندم الدنيا. لو رجع بيك الوقت مش هتعمل كده تاني؟ خالص اعمل ايه؟ انا خسرت كل حاجه خسرت بيتي وخسرت. طب ليه ما فكرتش مع نفسك ان انت طب ما انت لو اتجوزتها هتديك فلوس وهتجيب لك عربيه وما فكرتش كده؟ كام سنه هي بيني وبيني كام سنه؟ 20 سنه. انا مبسوط معاك. انا بشكركم يعني جدا يا جماعه انتوا الاثنين شكرا. يعني انا اتصور ان انتوا كل واحد فيكم مر بتجربه مريره ودفع الثمن مظبوط؟ صح الثمن غالي طبعا وندمانين كلهم طبعًا. دفعوا الثمن. واظنكم كده بتبعتوا رساله لكل واحد بيعمل علاقه شات مع ست تانيه غير مراته. والشيء ده هو اللي دفعني ان انا اجي اصور مع حضرتك يعني ان انا ما حدش يقع في الغلطه اللي انا وقعت فيها. انا بشكركم. بعد الفصل هيكون معانا مجموعه من الخبراء والاساتذه المتخصصين عشان نعرف بالظبط اسباب ودوافع هذه القضيه، قضيه الخيانه الالكترونيه او الخيانه الزوجيه الالكترونيه ان صح التعبير. مشاهدينا ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في بوضوح ولسه بنتكلم عن الخيانه الالكترونيه. وعشان نعرف ايه السبب الحقيقي اللي ورا انتشار الخيانه الالكترونيه لازم نتكلم عن من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الاجتماعيه. عشان كده انا برحب بضيوفنا اللي منورينا النهارده في الاستوديو، اكيد الاستاذه عبير الانصاري رئيس جمعيه المطلقين والمطلقات جمعيه الثقه. اهلا بيكي منورانا. اهلا بيكي حبيبتي. تمام. كمان معانا خبير العلاقات الزوجيه الدكتور مروان الاحمدي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ وكمان معانا الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي. ازيك يا دكتور عمرو؟ عاملين ايه يا جماعه؟ منورينا النهارده في الاستوديو. بنرحب بحضراتكم. اهلا بيكي شرفتونا. بنتكلم النهارده عن موضوع الخيانه الالكترونيه. طبعا الدكاتره شافوا مع الحالات. شفتوا حالات؟ مدام عبير شفتي حالات؟ ما شفتش حالات هنا بس شفت حالات برا. شفت حالات برا. طب خليني ابدا بالدكتور عمرو. يعني الراجل اللي بيخون حاجه معانا النهارده، شفت حضرتك عايز تحليلك للحالات اللي شفتها النهارده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خليني الاول اختلف مع حضرتك زي ما حضرتك اختلفت مع الاستاذه اميره في الاول وتاني. مش ظاهره، لا، طالما ابتدينا نتكلم عليها وظهرت على السطح فهي ظاهره يجب الوقوف عندها عشان نشوف على الاسباب ونحاول ندور على حل جيد يقلل شويه من وجودها وحدوثها، لانها اصبح ليها برسنتج نسبه معينه بتتخرب البيوت بسببها زي ما شفنا وبنشوف في شغلنا كتير. الظاهره تبقى فوق كام في الميه؟ لا مش ما اظنش انها متحدده. يعني لما اقول مثلا ظاهره ادمان المخدرات يبقى عشان اقول انها ظاهره يبقى كام في الميه؟ اقدر اقول انها حالات، لكن ما اقدرش اقول انها ظاهره غير لو في رقم. اصبحوا بيتعاملوا في رقم عن السياده تقدر تقوله لي دلوقتي عن احصائيه الخيانه الزوجيه عند الانترنت؟ الاحصائيات عندنا اصلا فيها عجز او بعض، ولكن عندك عياده وفي مرضى كتير بيجوا لك، هل بتشوف فعلا انه المرضى اللي بيجوا لك في حالات كتير بيبقى في خيانه زوجيه الكترونيه؟ اقدر اقول لحضرتك ان انا تقريبا ما فيش يوم بيعدي دلوقتي على الاقل في الشهر اللي فات الا وبيجي لي على الاقل حاله ليها علاقه بان سيده او زوجها حد عنده اكتئاب ثانوي مسبب بان الطرف الاخر في العلاقه على علاقه ما بشخص ما يعرفوش فيزيكالي وبيتواصل معاه تواصل شبه يومي بقى شبه الادمان كده زي ما حضرتك ذكرت الادمان. شوفي انا بعزي الكلام ده تو ستارت وذ، يعني ابتدي بيه الى خواء نفسي وعدم استغلال زي ما قلتي في الاول وقتي وعواطفي في المكان الصحيح بتاعهم. دي نمره واحده. نمره اتنين،
المشاكل ناس كتير قوي ما بتعتادش على مواجهتها علشان يلاقوا لها حل. فبيعملوا ايه؟ بيهربوا. الناس بتخاف عاده من اختراق علاقات فيزيكال، حد يشوف حد ويقابله وبتاع. سهل جدا ان حد يقعد على شاشه ويتواصل مع جنس اخر على مستوى عاطفي ويرسم لنفسه صوره هي مش موجوده. الحاجه الثالثه او الرابعه التواصل على الحديد الشاشات اياها دي زمن العفاريت كنت مسميها زمان مع الاستاذه امير، ما بيبقاش فيه الا تصديق عاطفي ورا وهم وكذب وخداع ومراوغه. يعني قبلي اي حد شوفيه على الحقيقه وشوفي الصوره اللي بيستعرض بيها نفسه قصاد الاخرين. لا يوري احسن حاجه اختيار يعني مثلا لما راجل راجل بيختار بيخون مراته، هل بيبحث عن زوجه خائنه عشان خاطر يقول انه مش هو لوحده الخائن؟ يعني خد بالك دي فيها قولان زي الحالات اللي شفناها، لان مش شرط ان الطرف الاخر يكون متزوج، يعني ممكن راجل يكون سنجل او ست سنجل والتاني هو اللي في علاقه وعنده مشكله فيها او عجز او احتياج زايد من العلاقه دي مش عارف يلاقيه، فبيجد انه من السهل جدا انه يتواصل مع حد تاني. لو التاني مراوغ يقدر يضحك عليه بسهوله قوي، فبيعيش مشاعر بس وهميه. الدليل بتاع انه وهميه، معلش الحته دي مهمه قوي، انه اول ما بيوصل الموضوع لمستوى فيزيكال يشوفوا بعض بيحصل صدام، تيجي الست تطلع بطاله وتقول للراجل لازم تخرب بيتك علشان تجيلي، او يجي الراجل يطلع كذا ويقول لها انا هوري كتير قوي موضوع ان الرجاله بيهددوا الستات بالصور دي. وانا عايز اقول لاخواتي لو الستات بتهدد الرجاله بالصور دلوقتي مش الرجاله بس، اللي انا فعلا تعاملت معاها على مستوى الشخصي الستات قويه برضه. الحاله اللي فاتت الحاله اللي دكتور مروان ما تظلمش الستات لو سمحت. بص مين دكتور مروان بيبدا الخيانه، الراجل ولا الست؟ لا يوجد خيانه الا بمباركه الطرفين، يعني مفيش راجل بيخون لوحده ومفيش ست بتخون لوحدها. خيانه الرجل بمباركه انثى وخيانه الانثى بمباركه رجل، بغض النظر اذا كانوا متجوزين ولا لا. الراجل لما بيجي بيدور على بارتنر، بيدور على شريك يشاركه حاجه خلف الشاشه، هو بيعاقر احباطات وارهاصات في المجتمع اللي هو عايشه، وبيحاول يصنع واقع تاني من نسج خياله على الشاشه الالكترونيه، يحاول يعمل جولات انتصار تعادل جولات الهزيمه اللي هو بيعيشها في حياته. عشان كده بيدور على حد يشاركه ده. فبيدور اي حد اي حاله لو بيفضل متجوزه، يعني الحالات اللي ليه بيفضل متجوزه؟ عشان ما بيفضلش على فكره، لا لا لا، عشان هي تكون مرتبطه ما تجيش تقول له اتجوزني، ما بيبقاش عنده الخيار. فبيبقى الموضوع زي بعض الحالات اللي كانت عندنا في السيجمنتس اللي فاتت، كلهم قالوا ان دي كانت اول مره، هو اول اختيار بيقع عليه. كلهم قالوا اول مره وكلهم الطلب جالهم لحد عندهم هم. هو يعني خلينا نقول ان هو ما كانش مش كل الحقيقه اللي اتقالت، بس برضه هم بيسعوا ورا ده، وما كانتش اول مره، بس هو ما بيختارش، هو الحاله اللي بتقع قدامه هو مش عايز منها لا مقاومات اجتماعيه ولا شكليه ولا جماليه، مش عايز اكتر من حد يختبئ خلف الشاشه دي علشان يطارحوا هذه المشاعر. بس انا في نقطه تطرح نفسها، فكره هل الفتور الجنسي بين الزوج والزوجه هو اللي بيخلي الزوج يخون او الزوجه تخون؟ هل الملل العاطفي بين الاثنين هو السبب؟ وانا بسمع اجابات بقى منكم كلكم. طب دكتور عمرو، يعني انه الفتور ان احنا ما نتكلمش مع بعض، الشاتنج والواتساب والفيسبوك، مش ده احد الاسباب ان احنا فقدنا التواصل مع بعض؟ بطلنا نتكلم مع بعض. الاستخدام الخاطئ كده يا دكتور مروان، احنا دايما عندنا خيار في كل لحظه من لحظات حياتنا، اما ان نواجه الواقع الحقيقي علشان ندير احتياجاتنا بشكل صحي او اقرب الى الصحه، او اننا نهرب ونستخبى ونعمل حاجه غلط. كويس، الاسهل ايه؟ الهروب. الهروب، لان دايما المواجهه فيها تقل وحمل. الحاجه الثانيه المهمه جدا، الانسان بطبعه بيدور على الجديد، عايز يعمل اكسبيرينس اكسبلوريشن، يستكشف ما هو وراء الحيطه دي، انا عايز اعرف وراها ايه. ده المن، فالبني ادم ده والسيدات برضه الست بيكون عندها فراغ عاطفي، مش ده اللي بيدور عليه. قول لنا الست بتخون ليه؟ هل الملل العاطفي؟ هل الملل الجنسي؟ فراغ لا، هي مش يعني ممكن بنسبه بسيطه اللي هي الملل الجنسي، لكن انا اعرف حالات كتيره بتبقى حالتها الزوجيه ممتازه ومفيش اي حاجه، بس الست اصلا بتحب ايه؟ الكلمه الحلوه، ما بتسمعها، تسمع حاجه حلوه. هي من ناحيه وجهه نظرها هي مش بتخون، هي بتدور على كلمه حلوه، حد يطبطب عليها، حد يقول لها. بس هي بتبتدي كده،
بتبتدي في الاول. انا هقول لك النسبه الكبيره ما بيطوروش الموضوع ان تبقى حاجه فيزيكال. هم هابي انهم بيسمعوا الكلام الحلو. لا بس في حاجه ثانيه، احنا حتى في الحالات اللي استعرضت دلوقتي ما هو برضو في ستات بيبقوا في حاجه الى رجاله في حياتهم. أيوة. فبيحاولوا يلعبوا على ضعف وعجز واحتياج الرجاله. وتيجي واحده تقول له تعالى وانا هجيب لك كذا، تعالى وانا اشتري لك كذا. اذا مش متجوزه هي قاعده لا، وساعات برضو متزوجه لازم تشوف ظروف الفريسه بتاعتها. هي هتتفضح يعني. القصد في انها الموضوع مالتي فاكتوريال، مش بس لان الست محتاجه احتياج عندها احتياج عاطفي عشان ما نبررش للناس. واي واحده جوزها مشغول شويه في الشغل وشقيان تيجي تقول لك ما نعرف واحد تاني عند الانترنت عشان يسمعني كلمتين، هي دي بدايه السليبنج الانزلاق. الاول خالص الشات العادي الطبيعي الكلام اللي بيبقى ده بيحصل انفصال عن جوزها كل ما طولت. هو ما ادهاش الاحتياجات بتاعتها وهي دخلت في عالم الفيرتشوال ده خلاص الافتراضي. اي الافتراضي بيبقى ساعتها حياتهم بتنفصل عن بعض. وبيبقى هواياتهم منفصله، حاجاتهم منفصله. بس هي الاحتياجات بتاعتها دي هي بتطلبها بناء على ايه؟ يعني هي الاول لما بتختار شريك حياتها وبعد كده بيبقى عندها احساسين. اسمعيني الاخر بس هي بص الاحتياجات احنا بنبنيها على المقاومات اللي قدامي. انا لما اخترت وعرفت مقاومات الشريك اللي معايا ابتديت ابني احتياجاتي على مقاوماته. اول جواز ولا ثاني جواز؟ لا ماليش دعوه باول جواز، انا بتكلم على خلينا نتكلم على الجواز الطبيعيه. انا بتكلم على اني انا متزوج، انا متزوج دلوقتي وزوجتي انا عارف امكانياتها كويس وقبلتها من الاول بمجموعه من المقاومات، ارتضيت منها السيء وارتضيت منها كويس. انا بنيت احتياجاتي كزوج او زوجه على اي اساس؟ على اساس من 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 نسج خيالي ولا على اساس واقعي من المقومات اللي عندها؟ هو يمكن فكره الحياتية. العشيقه، فكره العشيقه عند الراجل فكره ان الراجل بيحب مراته وبيعيش معاها قصه حب وبيتجوزها ويبقى يعني خلاص بيكمل شكل اجتماعي الهابي اند زي ما بيقولوا. لكن بعد كده تكتشف، وده سؤال بطرحه لك، ليه الرجل يشعر احيانا انه، وده انا سالته قبل كده دكتوره هبه قده بساله لك، ليه الرجل يشعر بالعلاقه الحميمه اكتر مع العشيقه اكتر من الزوجه؟ علشان خاطر الزوجه ضمنت وامنت الرجل. لا امنت احساسه بالحاجه المسروقه. حريه ايه؟ حريه الجنس؟ حريه هو احساسه انه حر. الزواج بيكبله بالعكس بالعكس. العلاقه العلاقه الحريه حرية في ايه؟ انا عايز اسمع بس اجابات عشان ناخد اجابات. دايما دايما العلاقه الزوجيه بتفرض عليه اسس وحاجات وصح وغلط وايه اللي يعمله. دي مراتي مش هحاول معاها لحاجه جديده. ده شيء لا خطا طبعا. بس انا بقول لحد ما دي وقت بتاع انا مقدر ده بس مستحيل يكون ده مستحيل. الستات كتير اما يعني ما بتتجهش في العلاقه الزوجيه. بس اقول كلمه بسيطه. طب بس انا ممكن قبل ما تقول كلمتك انا مش عايز اطلع بره الموضوع. انا عايز رد في الموضوع. العلاقه المحرمه ما بين الراجل والست بره اطار العلاقه الزوجيه هو المفروض تكون مكبله بكثير من الهموم وعدم الامان وهو بيمارسها. الحريه اللي الدكتوره او الاستاذه بتتكلم اتكلم عليها مش 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 منطقيه خالص. هو الراجل دايما بيدور على حد ليه مش منطقية؟ ليه مش منطقية؟ من ذاته. ليه مش منطقيه؟ علشان خاطر ما بقول لحضرتك العلاقه المحرمه بصفه عامه بيشوبها نوع من الغموض المريب اللي بيخلي حتى الشخص وهو بيمارسه الاكسايتمنت ده اللي بيدي طعم للعلاقه. لا ما طب انا هقول بس بالعكس مره واثنين وبعد كده بيبتدي يبقى لود على الشخص نفسه وعلى معنوياته لدرجه ان ادائه الجسدي في العلاقه المحرمه يكون اقل بكتير من ادائه الجسدي في العلاقه الزوجيه. لان هنا بيشعر بالامان وهنا ما بيشعرش. علشان كده بنقول ان مش هو ما بيحسش هنا بالحريه. هو عايز حد دايما يمجد رجولته. هو عايز دايما حد جديد يطرح شويه الرجوله اللي عنده عيوبه. خلينا هو في كل مره بيحاول يتلافى عيوبه اللي هو بيعاقرها مع مراته وبيحاول يطرح مميزاته كلها على العشيقه. ممكن اضيف حته بس طب مهم قوي حجر زاويه في الموضوع ده. العشيقه نفسها الزوجه لو هي زوجه لرجل وعشيقة لرجل تاني أداء بيتغير طبعا. أدائها مع التاني على المستوى الحميمي الجنسي البدني وعلى مستوى التخديم الأنثوي على الرجل بيبقى أعلى بمراحل. ليه؟ الكلام ده أنا سمعته من ناس مجربين. ليه؟ أنا مش عارف ليه. يعني زي ما تقول إيه تعريف العشيقة. لما واحدة بتلبس توب عشيقة بتتحول من الزوجة. الثقافة العامة عندنا بتقول علشان إيه بتاعها. الزوجة يعني هي مسؤولة عن هم، عن نظافة، عن إدارة أسرة، عن تربية أولاد إلى آخره. كونها عشيقة بتبرز أفضل وأجمل ما عندها كأنثى ترضي وتشبع احتياج الرجل. بس دي كده مش علاقة حقيقية. لا لما أعرف دايما أحسن ما عندي وما بينش علاقة حقيقية. ولذلك لا يوجد أبدا لقصة العشيقة دي الاستمرار.
مش حقيقيه زي بالظبط العشق والحب عن طريق الانترنت والحديد في زمن العفاريت ده لا يكتب له ابدا الاستمرار او انه يترن اوت يقلب على الى علاقه حقيقيه. انما الزوجه بس الحالات اللي عندنا النهارده قلبت لعلاقات حقيقيه. لا يبقى بدا 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 بداوا على الانترنت علاقه حقيقيه يبني اسره. طيب هل العلاقات اللي على الانترنت في واحد منهم متجوز عرفي وبعدين بعدها بشويه صغيرين خلاص غير على فكره تحت العلاقات اللي على الانترنت انا ببين دايما احسن ما عندي ما ببينش العيوب اللي عندي فهل ده بيريح الراجل او الست اكتر ان انا بطلع بقول انا حلو انا مؤدب انا راجل انا بحمي الست اللي معايا الحاجات اللي انا ممكن ما اكونش ببينها لمراتي. كلمه كويسه جدا بقى بتاعت ايه انا في حاجه صغيره كده شورت تيرم اظهر احسن ما عندي اقدر اضحك عليكي وابين لك ان انا شيك وكريم وبتاع لكن ما اقدرش اطول مع الزوجه بتشوفني على حقيقتي وعلى طبعي. مصيبه في ايه؟ ان الوقت اللي بيتاخد والجهد اللي بيتاخد من حق الشريك الحياه الحقيقي في العلاقه دي بيضعف من العلاقه الحقيقيه فبيفقدها صح. الحلو اللي فيها مظبوط بيبقى الواحد واخد الوحش بس وشايفه مظبوط. نرجع في نقطه كنت اثرتها مع الدكتور هنا بالنسبة للزواج بيكون الزواج الأول أنا كنت بقول لك لما يحصل فيه غلط ده طبيعي وعادي وممكن يحصل كده لأن فترة الخطوبة فترة الخطوبة خصوصا في بلادنا العربية كل واحد أحسن ما عنده بيبان فترة الخطوبة احنا اتكلمنا عنها مرات كتير قوي في فن بعد كده لما يتجوزوا بيصدموا بقى بالحاجات اللي هي الحقيقيه. طب سؤال معلش تاني ليه دايما دلوقتي احنا عندنا راجل بيخون والست بتخون الاثنين بيخونوا الراجل لما يخون دايما يلوموا الست انت قصرتي في حقه انت ما كنتيش مهتميه بنفسك انت اصلك عملتي وعملتي وعملتي. تعالى بقى الراجل لو خان ده الراجل الست لو خانت هل الراجل بيقول كده؟ هل الراجل بيقول انا قصرت في حقها انا ما حسيتهاش باهميتها دور المراه في اقامه دعائم الاسره في اذا كانت الست انتوا بتقولوا عليها على هذا القدر من الاهميه يبقى احنا لما نلوم عليها ده معناه ان المفتاح الحل معاها. طيب مش عشان بس وقتنا يمكن انتهى انا عايز كلمات اخيره. اولا هل الخيانه الالكترونيه او العلاقه الالكترونيه تعد خيانه زوجيه؟ هل التسامح في الخيانه العاديه ممكن ينعكس في الخيانه الالكترونيه ولا لا؟ الاثنين العلاج ايه في تقدير حضراتكم؟ وابدا بمدام عبير اتفضلي. هي خيانه كانت إلكترونية أو طبيعية هي خيانة. نفس الأسباب بتاعة الخيانة العادية هي نفس الأسباب بتاعة الخيانة الإلكترونية. البعد وعدم الاهتمام والانفصال تماما عن الزوجة واختلاف الـ اسمهم إيه الهوايات you drift apart يعني كل واحد بيروح العلاج بتاعها ان نرجع نتفاهم حتى ممكن يعني مش بطريقه ستريت يعني تقدري من بعيد لبعيد كده يلا نعمل الحاجه دي مع بعض يلا مش عارفه ايه حاول يعني أيوة تقرب منه مره تحاول عن طريق الاسره مثلا يعملوا رحلات مش عارفه ايوه لغايه ما تقدر تلم الموضوع تاني. انا شايف ان الخيانه الالكترونيه بقت جزء كبير قوي من مفهوم الخيانه بصفه عامه. يعني الخيانه بصفه عامه بيستخدم فيها الخيانه الالكترونيه تقريبا في 99% من حالاتها. يعني حتى لو كانت المعرفه تمت عن طريق غير طريق الشات فاستمرارها بيتم عن طريق الالكتروني. بنقول طبعا خيانه وخيانه على الرجل والست ان يتحملوا هما الاثنين تبعاتهم. الحل في كلمه واحده لازم نسحب التكنولوجيا المتطوره اللي احنا بنستخدمها استخدام خاطئ من البيت علشان نقدر نرجع تاني نتلم على ترابيزه واحده نتطارح مشكلاتنا على الارض الواقع الكلام بيقرب الناس ازاي نسحب ده؟ بقى في ادمان دلوقتي للتواصل لما نروح البيت مفيش اي مشكله انا بقول نقفل التليفونات بس لما نبقى في البيت عشان اقدر ادي وقت للازواج والزوجات طبعا انتوا اقفلوا تليفوناتكم اقعدوا اتكلموا مع بعض شويه هتكتشفوا بعض حاجات جديده على الرغم من طول فتره الزواج الا انك ما كنتش تعرفها. دكتور عمرو اتفضل. طيب في عجاله كده اي حد عايز قيمه حاجه قيمه كبيره حته الماس كده كبيره لازم يدفع ثمن كبير. دلوقتي اعرفوا وثبت قطعا من الحالات اللي شفناها ومن اللي بنسمعه كل يوم ان قيمة العلاقات الخارج إطار الزواج الطبيعي بتاعنا ضعيفة جدا والعائد بتاعها عليا بيبقى أذى. بفرح ساعة وبتأذي فترة كبيرة قوي. قيمة بذل الجهد مع الصبر بقى والتركيز في إني أضيف إلى بنك العلاقة ما بيني وما بين أهل بيتي العائد بتاعه عليا على اللونج ران بيبقى عالي جدا. فاللي عايز يعيش حياة كويسة فيها متعة وسعادة وكيف يزرع في أرضه صح. ويبعد عن
الضحك عليك. حلوه كيف دي؟ هتعتبسط رجاله. بشكر حضراتكم. لا بس اخيرا معرفتش رايك، كل مره بتسالني عن رايي وخاصه ان احنا عملنا. هقوله حالا، هقوله حالا دلوقتي. انا بشكرك اولا على اللي بتقوله حالا. بشكر حضراتكم. زي ما شفنا واحنا يمكن فتحنا الملف ده في اكتر من حلقه قبل كده، الخيانه خيانه، واذا الراجل داس على الزرار عشان يعمل شات مع واحده ست متجوزه مش متجوزه، هو متجوز لازم يعرف ان الدوسه الاولانيه دي بدايه الخيانه. السيده اللي بتبدا مشوار الشات تحت اي مسمى اذا داست بتخون. كل واحد بدل قبل ما يدوس لازم يعرف كويس قوي ان هو ممكن يطلب الطلاق او يطلق مراته او تطلب هي الطلاق، بدل ما يقعوا هما الاثنين في براثن الخيانه، لان الخيانه بتجيب خيانه، واللي بيخون مره بيخون الف مره، واللي بيعمل شات مع واحده بيعمل مع الف واحده، واللي بتعمل مع واحد بتعمل مع الف واحد. بشكركم جدا، تصبحوا على الف خير.